ذكرت وكالات أنباء روسية إن شخصين في الأقل فقد إثر انفجارات في مصنع لصناعة المتفجرات في بلدة تسيرتشينسك بوسط روسيا. وذكرت مصادر صحية إن نحو 79 شخصا أصيبوا بالحادث، مشيرا إلى أن أغلب المصابين يعانون جروحا نجمت عن شظايا. ومعهد كريستال العلمي الذي وقعت فيه الانفجارات تأسس في العهد السوفيتي ويعد أحد أكبر الأماكن التي تقوم بتطوير تكنولوجيا المتفجرات من أجل الاستخدامات العسكرية والمدنية. وأضافت الوكالات الروسية أن الانفجارات دمرت جزءا من المبنى وأن حارقا نشب في المنشأة التي يجري فيها تخزين متفجرات وذخيرة.